حرصت جامعة الكفيل وكلية طب الأسنان على إقامة العديد من الفعاليات والنشاطات خلال الأعوام الدراسية ومنها هذا العام الدراسي، وتأتي فعالية اليوم بتكريم الطلبة الثلاثة الأوائل على كل مرحلة، ولدينا خمس مراحل فيكون المجموع 15 طالب متفوق تم تكريمهم بهدايا عينية وكتب شكر وتقدير لجهودهم وتثمين لجهودهم المبذولة. تأتي هذه الخطوة حقيقة لتحفيز الطلبة على مواصلة التفوق والنجاح والتألق في مسيرتهم الدراسية، وكذلك إعطاء رسالة من قبل جامعة الكفيل إلى أنها تهتم بجانب التفوق العلمي في حياة الطالب، وكذلك رسالة أخرى إلى المجتمع من خلال دعوة العوائل وأولياء الأمور لحضور هذه الفعالية. اليوم تم تكريمنا من قبل جامعة الكفيل عمادة كلية طب الأسنان على تكريم حمود الحفلة أوائل، باعتبارنا احنا من طلب الأوائل بالمرحلة الخامسة، وطبعا أكيد هذا شيء إجا من دعم يعني عمادة مال كلية طب الأسنان ورئاسة الجامعة وأيضا بعض الأساتذة وكذلك الأهل. طبعا يعني هذا الشيء يعني أكيد راح يحفزنا يعني أنه بالمستقبل أنه نستمر على هذا المهد، وإن شاء الله من عدنا ننطلق للدراسات العليا. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.